بكم إلى موجز أحداث إفريقيا على قناة الحدث الإفريقي. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تداول من مشهور يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً. استعرضت اللجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة محمد علي أمدور آلية إنشاء اتحاد وطني موحد للعمال في ليبيا. أكد حزب أفاق تونس في بيان له أمس الجمعة تضامنه المبدئي مع الاتحاد العام التونسي للشغل في مواجهة ما وصفه بالممارسات القمعية والتضييقات التي يتعرض لها رغم الاختلاف معه في رؤيته للإصلاح. قررت السلطات العليا في موريتانيا تسخير كافة الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق السيادة الغذائية الكاملة والحد من تداعيات التغيرات المناخية وغيرها من الظواهر الطبيعية والأزمات العالمية على الأمن الغذائي للمواطنين في عموم البلاد. قال المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الصومالية لشؤون مجموعة شرق إفريقيا عبد السلام عمر هدليه الذي تحدث بمناسبة حفل أقيم على شرف وفد من مجموعة شرق إفريقيا والذي وصل إلى العاصمة موغاديشيو لمتابعة أوضاع الاقتصاد والسياسة والإنتاج، أشار إلى أن الصومال أكملت معظم المتطلبات للانضمام وستكمل الشروط المتبقية خلال هذا العام. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، في أمان الله.